السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معاكم المهندسة مروة سعادة. إن شاء الله رح أعطيكم مادة الفاونديشن إنجينيرينج، هندسة الأساسات. إن شاء الله رح أنزل لكم فيديوهات مسجلة بموعد المحاضرة، يعني محاضراتنا 2/4، كل 2/4 إن شاء الله رح ننزل فيديو، إلا إذا عملت مثلا يوم الاثنين فيديو يغطي مادة 2/4 بنزل مثلا محاضرة في الأسبوع طويلة أو محاضرتين مقسمين على الأيام. رح يكون التواصل فقط من خلال المنصة، التواصل على الفيسبوك، رح يكون على الجروب تبعنا. أي استفسار فيل فري انك تكتب شو ما بدك على هذا الجروب، طبعا بما يخص المادة، مش اشي شخصي يعني اكيد. التواصل على المنصة لتسليم الهوم ويركس، المحاضرات، اي استفسار، اي مسج، انا دائما بفتح المنصة، يعني رح اكون اونلاين على المنصة من 8:30 للوحدة ونص، فاي استفسار او اي ملاحظة على المادة بخصوص الكتاب، بخصوص الشرح، بخصوص اي لينك، ابعث لي مسج على المنصة وعلى طول رح اجاوب. اي حدا بحب يمر على المكتب انا بكون موجودة من 8:30 للوحدة ونص كل يوم. اذا ما فهمت اي شيء وبدك يعني اعيد لك اياه كمان ما عندي مشكلة. بالنسبة للهوم ويركس والكويزات، انا بفضل نعمل كويزات اكثر من كويز خلال الفصل. ممكن نعمل كم من محاضرة، يعني محاضرتين او ثلاثة على الزوم خلال الفصل، ولكن الشرح انا يعني ما بحب نعطي الشرح على الزوم يكون في نقاش وكذا. اذا واحد بده يرجع للمحاضرة رح يكون نص المحاضرة نقاش ونصها شرح، فلا بحب خلص المحاضرة كاملة تكون شرح نازلة لك على المنصة، انت بتفتحها وبتحضر يعني الشرح كامل. اي نقاش بعد المحاضرة ابعت لي على المنصة، اي شيء ما فهمته بتحب تيجي على المكتب اعيد لك الشرح برضو ما عندي مشكلة. طبعا الفاونديشن انجينيرينج لازم كلكم تكونوا ماخدين السويل ميكانكس قبلها، لانه الفاونديشن انجينيرينج الاساسات الشيء اللي بربط ما بين المبنى هو التربة، يعني القاعدة اللي بيرتكز عليها المبنى هو التربة، القاعدة بترتكز على التربة، فأنا لازم أكون فاهم شو نوعية التربة اللي بدي أحمل المبنى عليها، وأدرس خصائص هاي التربة، هل هي تربة رملية، هل هي تربة صلبة، هل هي صخرية، هل هي تربة زراعية، مشان بناء على دراستي أحمل القواعد بطريقة صحيحة وما يصير في عندي أي انهيار في المبنى، وأكون واثق تماما إن التربة هاي قادرة على تحمل المبنى اللي بدي أحطه عليها. وأول خطوة إحنا بنعملها لما بدي أجي، لما يكون في عندي مشروع وأنا بدي أبلش، عملت المخططات الإنشائية والمعمارية وكل إشي تمام، وبدي أبلش أحفر القطعة عشان أنفذ المشروع. أول إشي لازم أعمله أني أنا أقوم بفحص التربة، بدي تقرير فحص التربة، هذا التقرير ببين لي شو نوع التربة وشو قوة تحمل التربة، يعني كم الأحمال اللي ممكن تحملها هاي التربة، وكم بناء على هاي المعلومات بيكون في توصية بالتقرير كم عمق القواعد لازم تكون عندي، يعني كم لازم احفر من سطح الارض للفاونديشن ليفل، بيكون هذا كلياته موصى عليه في التقرير بناء على فحص التربة وقوة تحملها. بدنا نفهم شغلة، إذا كانت قوة تحمل التربة أعلى من الحمل الساقط عليها معناها هاي الأمور تمام والمبنى رح يكون محمل بطريقة صحيحة. إذا كانت القوة الساقطة من المبنى على التربة أعلى من قوة تحمل التربة رح يصير في عندي انهيار بسبب زيادة الأحمال على هاي التربة. هلأ عشان أنا أكون في السيف سايد وأكون فاهم شو الاحتمال الانهيار اللي ممكن يصير عندي في المبنى، فبدي أدرس الفيلير إن سويل، يعني شو الانهيار اللي ممكن يصير عندي في هاي التربة. أنواع الفيلير اللي ممكن تصير في عندي في التربة، في عندي جنرال شير فيلير أو
local shear failure. هدول النوعين بيكون الانهيار من التربة نفسها، يعني بيكون قوة التحمل اللي أنا محملة المبنى على التربة أعلى من قدرة تحمل التربة، فبصير عندي انهيار، يا إما بيكون general shear failure أو local shear failure. هلأ إذا كان الانهيار بيكون سببه في القاعدة، خلل في القاعدة، عدم وضع الحديد المناسب عليها، بيكون وزن المبنى مش مستطيع القواعد إنها تحمله، بصير في عندي bunching shear failure. يعني الانهيار اللي بده يصير في المبنى يا إما بيكون سببه انهيار من التربة اللي تحت المبنى، أو انهيار من القواعد، بيكون تصميم القواعد مش صح. إذا كان الانهيار سببه من التربة فبده يصير عندي يا إما general shear failure أو local shear failure. إذا كان الانهيار من أوزان المبنى غير مدروسة مع القاعدة، هذا بسميه bunching shear failure، يعني بيكون الانهيار في القاعدة أو الخلل في القاعدة. هلأ إحنا لو نيجي ناخد سكشن في القواعد، كيف إحنا بنرسم القاعدة؟ القاعدة بيكون في إلها أبعاد، طول وعرض. الطول دائما برمز له بالرمز L، العرض دائما برمز له في الرمز B. هلأ سماكة القاعدة برمز لها بالرمز T اللي هي الثيكنس، تمام؟ وهي الكولوم، لأنه كل قاعدة بحط أنا كيف بصمم القواعد، بعمل الحفر حسب أبعاد القواعد بطولها وبعرضها وبسماكتها، بحط شبكة الحديد السفلية، تمام؟ بعدين بحط عند سناتر الأعمدة الحديد العلوي وبطلع بحديد الأعمدة. طبعاً هذا كلياته رح ندرسه بالتفصيل وشو أنواع القواعد، بس أنت عشان تكون فاهم كيف أو تتصور كيف شكل القواعد. هلأ بحكي لنا عن B و L، هذه الدايمنشن إن بلين يعني أبعاد القواعد، و T هي الثيكنس سماكة القاعدة. طيب لو نجي كمقطع طولي، كيف أنا بحمل القاعدة أو كيف عملية الحفر؟ هلأ في عندي هاي العمود وهي القاعدة وهي سماكة القاعدة. هلأ في عندي أنا التربة الطبيعية بيكون منسوبها هون، بسميه الناتشرال جراوند ليفل، منسوب الأرض الطبيعية الناتشرال جراوند ليفل. هلأ أنا بدي أحفر من الناتشرال جراوند ليفل للفاونديشن ليفل اللي هو مستوى القواعد. يعني القاعدة حسب التوصية من تقرير فحص التربة بعرف أكمل العمق اللي أنا لازم أنزله اللي هو depth of foundation، عمق الأساس. هذا مين بيوصيني فيه؟ تقرير فحص التربة ببين لي كم أنا لازم أحفر من natural ground level بالنسبة للفاونديشن level، يعني أحط القاعدة على عمق كم من مستوى سطح الأرض. حطيت القاعدة وحطيت الثيكنس عليها بناء على اللودز الجاي من المبنى. في عندي لودز from column، طبعا الأحمال كيف بتنتقل في المبنى؟ من العقدة للجسور للأعمدة والجدران بعدين للقواعد. فالآخر إشي بيوصل الأحمال من المبنى للقواعد هي الأعمدة أو الجدران الحاملة طبعا. ففي عندي هون اللود فروم كولوم اللي هو رمزه B. هلأ مين بيقاوم الB؟ الكيو ألتيمت اللي هي قوة تحمل التربة. هلأ بنشوف لقدام. فأهم رموز بدكم تعرفوها اللي هي L طول القاعدة، B عرض القاعدة، T الثيكنس سماكة القاعدة، P اللي هي اللود الساقط على القاعدة، في عندي NGL اللي هي Natural Ground Level مستوى سطح الأرض الطبيعي، وفي عندي FL اللي هو Foundation Level منسوب الأساس أو مستوى الأساس. هلأ المسافة اللي بتوصل ما بين الناتشرال جراوند ليفل والفاونديشن ليفل هاي شو بسميها؟ دي اف، الدبث اوف فاونديشن، عمق الاساس، اللي هي المسافة من مستوى سطح الارض الى مستوى سطح الاساس، تمام؟ خلينا نشوف. هلأ بدنا ناخذ عن انواع القواعد أو أشكال القواعد. هلأ في عندي
طبعا هون احنا بدنا ندرس الشالو فاونديشن، يعني القواعد السطحية، يعني هاي اللي بتكون على مستوى سطح التربة اللي بحفر لها حسب عمق العمق اللي محدد من فحص التربة، وبنزل هاي بتكون بسميها القواعد الشالو فاونديشن. هلا شو انواعها؟ في عندي الايزوليتد فوتينج، الايزوليتنج فوتينج او السنجل فوتينج، يعني القاعده بالعاده بتكون لكل عمود في له قاعده، تمام؟ هاي بسميها سنجل فوتينج. القاعده يا اما بتكون لكل عمود يا اما بتكون سكوير او ريكتانجولر او سيركولر حسب انا شو بتطلب عندي التصميم. ففي عندي اذا كان العمود مربع الافضل انها تكون القاعده مربعه مثل العمود. ففي عندي هون العمود وهي القاعدة، هاي عندي أنا العمود، هاد المربع الصغير هذا بيمثل العمود، وهاي عندي القاعدة. إذا كانت سكوير بده يكون طول القاعدة يساوي لعرضها، يعني الطول والعرض رمزهم بي في بي. ففي عندي رمز اسمه AF اللي هو الأريا فوتينج، مساحة القاعدة أو مساحة وجه القاعدة. دائما الأريا فوتينج بتساوي الطول ضرب العرض. هون لما تكون القاعدة مربعة فالأريا فوتينج شو بدها تساوي؟ B تربيع. إذا كانت عندي القاعدة ريكتانجولر، طبعا عندي هون العمود ريكتانجولر، فبعمل القاعدة تتناسب مع الشكل الهندسي للعمود. طول القاعدة بسميه L وعرض القاعدة بي عفوا، فالأريا فوتينج بدها تساوي الطول في العرض بي في ال. إذا كانت عندي القاعدة سيركولر، بالعادة بيكون العمود ممكن يكون مستطيل وأعمل القاعدة سيركولر، أو ممكن يكون العمود برضو سيركولر وأعمل له القاعدة سيركولر. هلأ بالسيركولر فوتينج بدي أكون عارف كم الدياميتر للقاعدة. هون الدي يعني دياميتر، كم قطر القاعدة. ففيكون في عندي هون بي بتساوي ال وبتساوي دي، فالأريا فوتينج بدي تساوي باي دي عتنين تربيع مساحة وجه القاعدة. طيب هلا النوع الاول اللي هو السنجل فوتينج، اللي هو يا اما بيكون سكوير او ريكتانجولر او سيركولر، هاد شو بسميه؟ سنجل فوتينج او ايزوليتنج فوتينج، قواعد منفصله او قواعد مفرده. النوع الثاني هذا بسميه الوول فوتينج. الوول فوتينج يعني قواعد جداريه. وين بتكون الوول فوتينج؟ بدها تكون تحت الجدار، يعني انا في عندي هون جدار حامل، جدار مسلح عليه أحمال من المبنى. الأحمال على الجدار بتكون أحمال مستمرة يونيفورم. فالأحمال اليونيفورم شو بدها تكون؟ مش كيلو نيوتن مثل الحمل الساقط على العمود، بده يكون بي كيلو نيوتن. هلا الحمل اللي جاي على الجدار بده يكون حمل موزع كيلو نيوتن لكل متر. فأنا شو بعمل في التصميم؟ بدي أخذ زي شريحة من هاي القاعدة طولها 1 متر، هاي بسميها strip footing وبصممها، تمام؟ زي بدي أخذ شريحة من هذا الجدار وأصمم القاعدة، والقاعدة بتكون على هاي الشريحة هي نفسها على الجدار كامل بطوله كامل. هلأ هاي القاعدة تبعت الجدار بده يكون عرضها بي وطولها بطول الجدار، ولكن أنا بالتصميم لما أجي أصمم الوول فوتينج أو الستريب فوتينج كشريحة من الجدار، بدي أعتبر ال طول القاعدة هاي 1 متر، لأني أنا بدي أصمم أو بدي أدرس شريحة عرضها 1 متر. فالأريا فوتينج مثلا مساحة القاعدة اللي هي بدها تكون بهذا الشكل بدها تكون بي في ال، وال كم حكينا؟ 1 متر، اللي هي مساحة وجه القاعدة أريا فوتينج، تمام؟ ففي الوول فوتينج راح أخذ شريحة مقدارها 1 متر وأدرسها وأطبقها على الجدار مستمر، لأنه الجدار هذا مثلا بيكون طوله 25 متر، هاي الأسوار اللي بتكون مثلا خلف الطمم، يعني جدران استنادية أو جدران حاملة في المبنى. طبعا هون الوول فوتينج او الستريب فوتينج بدنا نركز على الجدران الحامل داخل المبنى، مثلا جدار الرمبة، جدار اللي
بيكون مباشرة مع الرمبة أو جدران بيت الدرج أو جدران المصعد. تمام، نشوف النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو الكومبايند فوتينج. الكومبايند فوتينج بس كيف هيك اتوقع يكون واضح. طبعا انتوا ركزوا مع الجسية اللي معاكم، انا هاي بدي احاول اكون واضح. هذا هو الكومبايند فوتينج. طيب هلا الكومبايند فوتينج كيف انا متى بلجأ للكومبايند فوتينج؟ الكومبايند فوتينج اللي هي بتكون قاعدة واحدة مشترك فيها أكثر من عمود، عمودين أو أكثر، هاي بسميها قاعدة مشتركة combined footing. بتكون قاعدة واحدة إلها طول L وعرض B ولكن إلها أكثر من عمود. هلأ متى أنا بلجأ إلها؟ ممكن أنا يكون في عندي two single footing، قاعدتين منفصلات، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية قريبين على بعض، فصار في عندي تداخل ما بين القواعد، بطل في عندي مسافة ما بين القواعد، فإيش بدي أعمل؟ بدي أدمجهم في قاعدة واحدة وأسميهم combined footing. هاي القاعدة بيكون في إلها طول L وعرض B، تمام؟ هاي العمود الأول وهاي العمود الثاني. هلأ بالنسبة للأحمال ناخذ كمقطع طولي في القاعدة، القاعدة الطول كامل إلها اسمه L من هون لهون. هاي العمود الأول اللي هو C1 يعني column 1، هاي اللود اللي ساقط منه اللي هو P1، الكولوم الثاني اللود اللي جاي منه كمان P2. هلأ كيف أنا بدي أوجد محصلة اللود على هاي القاعدة اللي هو مجموع اللود اللي جاي من العمود الأول زائد اللود اللي جاي من العمود الثاني؟ فباجي بوجد R اللي هي resultant force بتساوي P1 زائد P2. هلأ من عند resultant force تيجي في مركز القاعدة، يعني من L على 2 و L على 2 تيجي عندي R. طيب هاي L على 2، أنا في عندي نقطة اسمها L1 اللي هي المسافة من بداية القاعدة إلى منتصف أو مركز C1، هاي بسميها المسافة L1، تمام؟ طيب المسافة اتضلت اللي هي من R لمركز الكولوم الأول هاي بسميها X، يعني أنا ممكن كمان أخذ L1 من من النقطة هاي لمركز هاي بسميها مثلا L1، والمسافة من النقطة هاي لR بسميها X. إذا هاي L1 هاي شو بدها تكون؟ L2. يعني أنا هون مثلا في الحالة عندي هاي L1 من هون إلى هون، L2 بدها تكون من هاي النقطة إلى هون، والمسافة من هون X والمسافة من هون تكون X1 مثلاً، أو هاي X1 أو هاي X2. هلأ هاي R resultant force، أنا هلأ بهمني أني أنا أحسب L وللقاعدة. كيف أنا بدي أحسب الطول تبع القاعدة؟ باجي بحكي area footing، أول إشي بدي أوجد مساحة القاعدة. مساحة القاعدة كيف بدي أوجدها؟ اللي هي R footing بتساوي RS على Q allowable net. إيش هي RS؟ اللي هي R اللي هي محصلة القوتين اللي هي بتساوي B1 زائد B2. Q allowable net هاي بتكون معطيني إياها في السؤال قوة تحمل التربة. لما أجي أقسم RS على Q allowable net هيك أنا بوجد الأريا فوتينج. طب كيف بدي أوجد RS؟ RS اللي هي القوة الساقطة من المبنى على القاعدة بتساوي area footing ضرب Q allowable net. طبعا لما يكون معي area footing، بس أنا هلأ area footing ما بتكون معي، بكون بدي أوجد area footing ومن خلال area footing أوجد L و B. هلأ كيف بدي أوجد area footing؟ قلنا بيكون معي loads اللي جاي من الـ two columns، بجمعهم مع بعض، بقسم RS على Q allowable net. هلأ B عرض القاعدة كيف بدي أوجده؟ أنا معي area footing بقسمه على L. L من وين بدي أوجده؟ L بتساوي 2 في X زائد L1،
هون اعتبرنا انه الواحد من هاي الجهة نفسها الواحد من هاي الجهة او اكس من هون نفسها اكس من هون، فبتكون الطول كامل بيساوي 2 في المسافة هاي، يعني المسافة عندي من هون لهون شو بتساوي؟ الواحد زائد اكس ضرب 2، باخد الطول كامل. هيك انا بوجد ال. بي كيف بوجدها؟ اريا فوتنج اللي انا اوجدتها تقسيم ال. طيب في عندي كمان، طبعا احنا هون بنحكي مقدمه، هلا لقدام كل نوع من هاي الانواع احنا رح ندرسه ونصمم عليه وناخذ امثله عليه وناخذ القوانين اللي بتخصه. هلا بس انا بدي اياكم كمقدمه تعرف شو يعني كومبايند فوتينج، شو يعني سنجل فوتينج. هلا النوع الرابع بدنا ناخذ عن الستراب فوتينج. الستراب فوتينج هو جسر بيجي ربط ما بين القواعد، يعني انا في عندي القاعده هاي، هاي المقطع الطولي إلها، وهي اللود اللي جاي من العمود تبعها، وهي الـ R2 اللي هي reaction from soil، يعني الممانعة اللي جاي من التربة لحتى تقاوم هاي القاعدة. وفي عندي هاي القاعدة، هاي العمود تبعها. طبعا نيجي ننتبه، أنا عندي العمود هون اللود بنزله هون، لما أجي أرسم المقطع الطولي هاد، هاي أنا عندي العمود اللود بيكون على سنتر العمود، أنا عندي هون العمود فبيجي اللود من هون من سنتر العمود. طبعا هون الستراب فوتينج بتكون فيكسد، هاي القاعدة عندي يا هون فيكسد مثبتة بالجدار، وهون في عندي قاعدة فري. عندي هون العمود مش في مركز القاعدة، بنزل هاي عندي اللود الجاي من العمود، في عندي القاعدة هاي المقطع الطولي إلها، والقاعدة هاي هاي المقطع الطولي إلها. كيف أنا لما أصمم القواعد لازم أنا أربط القواعد مع بعض، كيف بربطهم؟ بربطهم في جسر ربط، هذا بسميه ستراب. هلأ هذا الستراب جسر الربط بين القواعد، في إله تصميم وفي إله قاعدة لازم أني أنا أصممها. لما ناخذ الستراب فوتينج بتشوفوا كيف بنصممه، بس هلا افهم انه الستراب هو جسر الربط ما بين القواعد. طيب هلا احنا هون بس في نقطه، لما يكون اللود اللي جاي من العمود ليس على مستوى الرياكشن من التربه، رح يتشكل في عندي هون مسافه، هاي المسافه رح تولد مومنت، المومنت بيساوي في 1 في E في المسافة. يعني هون لو نيجي رسمناها هون، انتو مش واضحة معكم، هون لو اجينا رسمنا هاي P اللود الجاي من العمود وهي الرياكشن من التربة، في عندي مسافة جاي ما بين اللود والرياكشن، لو سميناها E رح يتكون عند النقطة R مومنت قيمته اللي هو P1 في E. تمام؟ بناخده في وقتها، شو رح استفيد انا من المومنت اللي رح يطلع عندي. هلا ممكن انا اصمم المبنى كامل على قاعده واحده، كل الاعمده اللي في المبنى وكل الجدران عملهم على قاعده واحده، اسميها الرافت فاونديشن، بتكون قاعده بطول وعرض معين بتدمج جميع الاعمده في البنايه. هلا هاي القاعده متى بلجا لها؟ اذا كان عندي مجموع القواعد، إذا كان عندي هاي القاعدة الأولى وهي القاعدة الثانية وهي الثالثة وهي الرابعة وهي الخامسة والسادسة، بحسب الأريا فوتينج لكل قاعدة وبجمعهم. إذا كان مجموع مساحة القواعد أكبر من 60% من مساحة المقطع الموقع الأرض كاملة، فبالتالي بدي أستخدم الرافت فاونديشن. يعني إذا كانت مجموع مساحات القواعد أكبر من 60% من مساحة القطعة أو مساحة البلان تبع المبنى، بدي أستخدم الرافت فاونديشن. أو في حالة إذا كان عندي اللود اللي جاي على هاي القواعد جدا عالي وكانت البناية مرتفعة زي برج، بستخدم الرافت فاونديشن. اللي ساكنين في منطقة إربد أغلب المشاريع هناك، لأنها أرض زراعية وقواعدها كبيرة، أغلب المشاريع هناك بتكون عبارة عن رافت فاونديشن، تيجي قاعدة مستمرة على المبنى كامل. طبعاً في عندي من أنواع القواعد اللي هي الريتينينج وول. الريتينينج وول هو عبارة عن جدار مسلح بيكون من جهة ما عفواً
بيكون في عندي الجدار من جهة مايل ومن جهة مستقيم. الجهة المستقيمة هي الجهة المقابلة للتربة أو الردم اللي حواليها. طبعا في عندي الريتينينج وول بتشكل نوعين من الإجهاد من التربة، رح يتشكل في عندي نون يونيفورم لود أو يونيفورم لود. هلا النون يونيفورم لود هاي عندي هون النون يونيفورم لود، ورح يتشكل عندي يونيفورم لود من بي 2. هلا هذا النون يونيفورم لود بي اي 1 رح يتشكل على مسافة بتبعد عن التربة عن عمق الجدار مسافة اتش على 3، اتش اللي هي ارتفاع الجدار. فهاي النقطة تمام، هاد اخذناه في السويل ميكانكس في الجدران الاستنادية. اخر موضوع في الجدران اخر موضوع في السويل ميكانكس كان بيحكي عن الريتينينج وولز. الريتينينج وولز بتشكل عليها من التربه، التربه رح تشكل على هذا الجدار تو تايبس اوف لودز او ستريسز. واحد منهم رح يكون نون يونيفورم اللي هو هاد، والثاني رح يكون يونيفورم. هلا النون يونيفورم مركز القوة تبعته رح تكون على مسافة تبعد عن عمق الجدار أو عن القاعدة تبعت الجدار مسافة اتش على 3، اتش اللي هي ارتفاع الجدار. أما اليونيفورم لود مركز القوة تبعته رح تكون السنتر اوف فورس على مسافة اتش على 2، طول الجدار على 2. هلأ قيمة الفورس اللي رح تكون على قاعدة الجدار في النون يونيفورم لود قيمتها بتساوي Ka في جاما S في H. Ka اللي هو هذا ثابت أو معامل للتربة بيكون معطيك إياه وأخذناه في السويل ميكانيس. جاما S اللي هي جاما للسويل، و H اللي هي ارتفاع الجدار. Ka اللي هو كان في عنا coefficient of active pressure اللي هو Ka من soil mechanics. هلأ بالنسبة لليونيفورم لود رح تكون قيمة القوة على قاعدة الجدار قيمتها Ka في W. وفي عنا الـ BA1 و BA2 هم الـ lateral soil pressure اللي هو الضغط الجانبي من التربة. ما بدي أشرح لكم إياه بالتفصيل إلا لما ناخد السكشن تبع retaining wall. هلأ بدي إياك تعرف إنه retaining wall بتشكل عليه نوعين من الإجهادات من التربة. الأول اسمه النون يونيفورم لود ورسمته بتكون على شكل مثلث، والثاني اسمه اليونيفورم لود بيكون رسمة الأحمال على شكل مستطيل. وفي عندي فوق رح يتشكل عندي الدبليو اللي هو اللود، الدبليو الحمل الموزع اللي جاي على التربة. كيف أنا بوجد قيمة القوة على قاعدة الجدار؟ عند النون يونيفورم لود Ka في جاما S في H، أما عند اليونيفورم لود W اللي هي من هون في Ka. بالنسبة للبايلز اللي هي الخوازيق، الخوازيق هي هاي بتكون زي تثبيت للقواعد إذا كانت التربة عندي مفككة على أعماق كبيرة. فإيش بدي أستخدم؟ بدي أستخدم زي بايلز توصل لمسافات للتربة ممكن توصل لعشرين أو 25 متر. بتم استخدامها في التربة السيئة. بضلني أنزل القاعدة لحد ما أثبتها للتربة الصخرية. بيكون في عندي المقطع العرضي إلها زي group of piles. هلأ إذا كان في عندي بايل واحد مثلا، إذا كان عندي هون مبين، أنا عندي هون مبين عندي كم من بايل، واحد اثنين ثلاثة، في المقطع العرضي إله رسمت ستة لأنه كل بايل في إله بايل مقابل إله، فالواحد بعده اثنين تمام. فلما اجي انا هون بدي ارسم السنجل بايل كيف بيكون تصميمه. هلا في عندي كيو التيميت فوق اللي هاي القوه اللي رح تنزل البايل لتحت، انا بدي اضغط على البايل لحتى ينزل لتحت. رح يصير في عندي مقاومه من التربه اللي هي اسمها كيو بي
تبعت البايلز. هلأ في عندي مقاومة من التربة رح تتقسم على مراحل، فباجي بسميها QS1 من السويل رقم 1، QS2 وQS3، ورح يصير في عندي البريشر اللي أنا بنزل البايل فيه رح تقاومه الQP اللي هي البيرينج بوينت كاباسيتي، اللي هي قوة التحمل من التربة اللي راح تقاوم أو تمانع البريشر اللي نازل من السنجل باي. أما QS فهاي قوة ناجمة من الاحتكاك، QS الاحتكاك ما بين التربة في المنطقة هاي والمنطقة هاي والمنطقة هاي، هاي QS بتمانع نزول الباي. هلا لما نوصل الباي للعمق هاد راح يصير في عندي Q Ultimate و QP. هلا Q Ultimate كيف أنا بدي أحسبها؟ بدي أجمع QP زائد summation QS ناقص الويت للبايل، هيك أنا بكون أوجدت قيمة Q Ultimate اللي هي زي أنا بحكي محصلة، اللي لتحت مثلا موجب، اللي للأعلى سالب، وباجي بحكي summation of force بتساوي zero. لو حكيت مثلا اللي لتحت سالب واللي للأعلى موجب، بصير عندي minus Q ultimate زائد QB زائد summation ل QS minus weight للبايل، لأنه الويت للبايل بده يكون لتحت، تمام؟ باجي بنقل Q ultimate للجهة الثانية، بصير عندي Q ultimate بتساوي Q للبايل زائد summation QS minus QP ويت بي عفواً اللي هو وزن الباي. هلأ في عندي الرموز اللي عندي QP اللي هي البيرينج بوينت كاباسيتي، وفي عندي QS اللي هي سكن أو الفريكشنال كاباسيتي الاحتكاك من التربة، وQP اللي هو الويت بي عفواً الويت أوف بايلز. هلأ هاي بالنسبة لمقدمة للمادة، نتعرفنا على أنواع القواعد اللي بدنا ندرسها، ورح يمر علينا هلأ المرة الجاية إن شاء الله منبلش بالسنجل فوتينج، أو قبليها بدنا ندرس شو الانهيارات اللي بتصير على التربة، بعدين منبلش بأنواع القواعد وتصميم كل نوع. يعني رح ندرس تصميم السنجل فوتينج، بعدين رح ناخد تصميم الكومباين فوتينج، بعدين رح ناخد الستراب فوتينج، بعدين رح ناخد الريتينينج وول، ورح ناخد البايلز. وإن شاء الله إنها رح تكون المادة ممتعة وتستفيدوا فيها، ورح تستمتعوا لأنها على اتصال مباشر مع المواقع اللي بتطلعوا عليها، وبالتوفيق للجميع.